خوتي خواتاتي مشاهدين الفاس تي في داخل المغرب وخارج المغرب، كما العادة سفينات برنامج تلقي بالناب مازال دي ماريا، واليوم غنصادفو واحد الفنانة أنيقة. أي دور كتعطي كتقنو. دابا تعرفو شكون معنا، خليكم معنا. أمينة بوسيف، اليوم جات أمينة وجات مع السيف ولا أمينة بوحدها؟ لا جاية أمينة. شكرا على المقدمة بعدا، الله يكبر بيك. أنا فرحانة أنني جيت لهذا البرنامج تقرقي بالناب باش نقرقبوا الناب بكل تواضع. بكل تواضع. بغينا نعرفوا شكون امينه بوسيف. امينه بوسيف ممثله مغربيه، اشتغلت المسرح والسينما والتلفزيون. هادو كاملين بثلاثه، ما خليتي لينا والو. بثلاثه. الازدياد فين كان؟ واش بنت الدار البيضاء ولا خارج الدار البيضاء؟ انا بنت الدار البيضاء، زايده في عين السبع، كبرت في عين السبع. صافي بلا ما نسولوك على اللاج ديالك. لا ماشي اشكال، عندي 42 سنه. تبارك الله. تبارك الله، ربي يخليك. مازال درتك. ان شاء الله ان شاء الله. واش امينه بوسيف عاقله على اول نهار دخلت فيه المدرسه؟ عاقله عليها. اول نهار كليت سلخه ديال العصا في هذاك اول نهار. وعلاش؟ على الطبليه البدله. كنت حنا كنا فرحانين بدخول المدرسي، وامي شرات لي الطبليه وهذه، غيكونوا كاع ولاد الشعب، وكاع كنا كنديروا الورقه وكنخشيو فيها الستيلو وكنديروها في الجيب. صافي ملي مشيت للمدرسه خليتها في هذا وفاض ليا الستيلو في الجيب. كلشي قاتلة. سلخاتني امي، قالت لي علاش ديري الستيلو تما؟ قلت لها راه كاع الاولاد دايرينو والبنات مالو. قالت لي ومالو؟ قلت لها راه حيدت لي الغلاقه. قالت لي مره اخرى ما تحيديش الغلاقه. قال لي من صغر كنتي كتقلدي. اش كندير؟ كتقلدي ويبقى لك التقليد. لا ما كنقلد حتى واحد في الحقيقه. لا كتقلدي حتى شي واحد؟ لا انت قلدتي الدراري في السيلو. يسحب لي التقليد ديال الاصوات ولا شي حاجه ديال الممثلين. لا ديال التقليد، اي واحد شتي يدير ورده كدير ورده في السيلو، كدير السيلو. واش عاقله امينه اخر مره كساوك الدار شحال كانت عندك من عام؟ غنقول لك واحد النقطه تبقى تضحك. لدابا انا باقا كتكسيني امي وكيكسيني با. والله كيقول لك با انايا عندي فكره ان البنت مازال عايشه معنا في الدار خصها تبقى تكسى. مثلا ماشي دائما، مثلا في الاعياد امي ملي كتمشي تشري بيجامه كتقدر تشري ليها. حتى انا كذلك كتكون عندي شي خدمه وخدمت في زوج خديت شويه الفلوس هذه ملي كنشري ليها حتى انا كنشري ليها حتى هي كنشري ليها. دابا ولفتي داركم ميكسي وحولك باقا سيليفاتي. بغينا نعرفوا امينه بوسيف واش بالانتخابات صوتي على شي حزب؟ لا ما عمرني ما صوت في حياتي، عمرني ما خديت هذيك البطاقه ديال التصويت. عزيز عليك صوتك. ما عمرني نيت. مؤخرا كان جا عندنا المقدم وعطاها ليا وما مشيتش. علاش؟ نعرفوا السبب. حيت هذاك واجب وطني. واجب وطني، ولكن ما عرفتش انا، ما عرفتش، ما عمرني ما درت هذا الواجب. كانوا كاع كيقولنا لا الا ما صوتيش هذيك الورقه غادي تقدري تحتاجيها في خرجاتي الا كانوا برا المغرب وهذه، ولكن ما عمرها ما كانت عندي هذه الفكره. ونقدروا نشوفوا امينه بوسيف يعني في الانتخابات القادمه مرشحه مع شي حزب؟ لا لا ما نفكرش. ما عمر شي حزب عرض عليك في هذه الانتخابات؟ هذا العام. هذا العام كان تعرض عليا واحد الحزب وما ما بغيتش. ما ندخلش لهاد الدوامه، ما عنديش اصلا مع السياسه، ما غنفهمهاش وبزاف د الحوايج ما ندخلش لها. وقالوا لي كنتي عندك طرائق بزاف. اش من ناحيه بغيتي؟ انا نقول لك المسكه انت غتكملي لي. انت يا خطير. المسكه كنت كنقرا في كاترياماني، وكنت مولوعه شي حاجه سميتها المسكه، دائما كناكل المسكه. ايوا واحد الاستاذه ديال الرياضيات نض عطاتني انذار نهار المره الاولى، المره الثانيه، الثالثه، ويا تحل لي شعري ويا تخشي عليا. صافي جيت للدار بقيت كنبكي، قلت لامي تمشي هادي. قالت لي شوفي كون ما لقاتش عندك المسكه ما يمكنش هي غتجبدها لك من هكا وغتخشيها في شعرك الا وانت كنتي كتنضغيها وعاد. صافي ما بقيتش كناكل المسكه. دازت مده، كبرت انايا، درت المسرح، كنلعب مسرحيه. هذيك الاستاذه غتجي تفرج فيا هي والاخ ديالها. كنوجه ليه تحيه الفنان مراد الخاودي. مراد الخاودي وجواد الخاودي، من جواد الخاودي هو اللي كان المخرج. المخرج جواد، وجا تفرج فيا هو والاخت ديالو اللي في التعليم سعيده الخاودي. تحيه ليهم. تحيه ليهم من هذا المنبر. شكون امينه بوسيف المخرج اللي ما تخدمش معاه؟ شفيق الصحيمي. بكل تواضع. بكل تواضع، زوينه تلقى كاع عندك بكل تواضع. تيك. وعلاش؟ كان طرا لي واحد الموقف معاه.
وماشي انايا بزاف الممثلات وكانوا كتبوا عليه في لي جورنو داكشي وما نقدرش نخدم معاه. وشكون المخرج اللي كتستمتعي معاه يعني كتستمتعي معاه في الخدمه؟ كلشي المخرجين اللي خدمت معاهم الحمد لله، اي مخرج كنمشي نصور معاه الا وكان خرج بشي حاجه، كلهم المخرجين الحمد لله على قصد بالكاشي. لا استفاده زعما بزاف د الحويجات حيت كل مخرج عنده اللمسه ديالو، يعني اي تورناج كنمشي ليه كنجيب منه شي حاجه. وكاين واحد الزبله اخرى عاوتاني نرجعوا للزبلات، واحد النهار شي واحد جا عند باك كيسول ليه وقال لك باك شي حاجه لا انت يا زعماك. واحد الخطره ولكن كنت صغيره هذيك الساعه، جا واحد صديق ديال الاب ديالي وكيعيط ليه، ومشيت عند الاب ديالي قلت ليه تكلم لفلان، ويقول لي سيري قولي ليه ما كاينش، وخرجت وقلت لي قلت لي راه قال لك با ما كاينش. ملي جا با عاتبني قلت لي انت قلتي لنا الصغار ما كيكذبوش، ما كذبتش قلت لي انت تيقولي ما كاينش. وواحد الطريفه اخرى عاوتاني وقعت لك، هذه في المسرح مع ليلى زهره صديق، اش وقع لك معها؟ هذه مؤخرا المسرحيه الاخرى ديالنا 50-50 كنلعبوا، هي لعبه في البيرسوناج الام ديالي، ومشينا بربح مليار وفي الاخر ما غاديش يربح هذاك المليار غير خطا في خدام في البوسطه، بانه جانا اعلان بانه راه ربح مليار، وحنا بدينا كنسلفوا الفلوس هادي ولينا زعما حنا كنا عايشين عي في الباديه وهادي وبحال ترفحنا وصافي. وهي كد في الحال ملي كيعلموها انها راه ما ربحاش كنت تلعب الدراما في الاخر في المسرح انها راه تسطات علاش ما ربحش الفلوس وهادي، وكدير واحد البيريك وداك البيريك مشحكك بزاف كتبقى تجري هي انايا علاش ما ربحش علاش ما يربحونيش علاش هادي، حيت هي خدات الفلوس سلف بزاف من عند الناس. واحد المره في اخر العرض في الكواليس سالينا وخرجات وبقاو كيصفقوا الجمهور وهي مسكينه واقفه وعرقانه بحال هكا، وانا نقول لها ايوا صافي حيدي عليك هذاك البيريك راه صافي الناس هذه تقول لي اويلي هذا راه شعري دير بصح ما ديرش البيريك شعرك كلها شعرها ما داتش مليار عطف ليها. قالت لي اويلي هذا راه شعري الحقيقي انا هي هذا. هذه من الطرائف ديال المسرح اللي كنا كنديرو. مع مرة امينه بوسيف خدمات باك صاحبي في الدومين الفني ونكذب ونقول لا خدمتها وهي اللي بغيناها تحيد خدمت بها ونكذب خدمت بها شحال من مره يعني باقا عند عندنا ماشي باك صاحبي باقا عندنا في المغرب بزاف ولكن انا خديتها انا كنهضر على نفسي خديتها بحال تقدر ملي كتمشي عند شي مخرج كيفرضك عليه شي حد تقدر الخدمه ديالك كتكون دقيقه ما كديرش المشاكل بيرسوناج اللي كيعطيك كتخدم عليه كتعطيه مزيان كيبقى يعيط لك حيت انا حنا عندنا هاد النقطه بزاف كنلقى واحد الكليكا عند مثلا هاد المخرج ما بعد عيل الاسماء ديالهم كيدير نفس الممثلين سورتو في لي سيت كوم تاع رمضان. ملي سولت انا شحال من مخرج وتا انا طحت فيها شنو كيقول لك انا عاد غنجيب واحد وعاد غنعرف طريقه الخدمه ديالو والله ما هذا كنعرفو وكيعرفني يعني نقدر عين نشوف فيه يعرفني انا شنو بغيت نقول ليه فهمت يفهمو. ولكن انا ضد هذه الفكره واخا انا درتها ضد هذه الفكره باش يخدموا عناصر اخرين ما يبقاش غير نفس العنصر يبقى يخدم لان احنا الفنانه راه قليله راه والو. اول عمل فني ديالك درتي عقل عليه اش كنت سنه؟ خدمت انا وخويا ومراته في 98 مع سعيد النصيري اول سيت كوم. ما تعجبوش راه باقا صغيره تعجبني تملا. لا شرعت اول عمل ليا لعبت دور انا وخويا ومراته خادمه مع سعيد النصيري سيت كوم. مع سعيد النصيري. مع سعيد النصيري كنظن اول واقيلا كاع سيتكم في المغرب هو ديال سعيد النصيري. و كنتي لعبتي واحد العمل وكان واحد السيد لا داعي لذاك الاسم ديالو انت ما بغيتيش تذكر الاسم ديالو ياك كما قلتي ليا يعني الله يرحمه الله يرحمه مسكين كنجد عليه رحمه عز. النهار الاول ما حملك ما قبلك هذا واحد الكاستين كنت في البدايات ديالي وكانت واحد السيده مخرجه دابا اللي غيتفرج فيها غيعرف شكون جات من فرنسا ودارت واحد العمل وكنت انا ديك الساعه كندير المسرح بعد العناصر خدامين اللي معايا في المسرحيه خدامين في هذاك العمل. اقترحتني وحده من المسرحيه معانا وقالت ليها راه دوزت الكاستين وعجبت المخرجه ملي عجبتها هو ما بغانيش احنا جالسين بحال هكا جالسين في طبله غنديروا هذا ايطاليا وشافني بحال هكا قالت لي المخرجه قولي ريبليك الاولى هذه ملي قلته حسيت به دار لها هكا تكات عليها هكا قالت لي لا راه عجبني البروفيل ديالها ولكن انت قلتي لي واحد الكلمه اللي شوفها حيت هي غتكا علي قالت لي غادي تقولي ليه انت عندك بنيه غادي تطلبي بها في الزنقه غتقول ليه اعطيني باش نشري الحليب لهذيك البنيه
انا دورت راسي بحال هكا، شفت يعني مخرجين كلهم معروفين وانا في البدايات وكاشي زويون وبزاف د الحويجات لعبت عليهم. هادي مشيت عندهم، هذا دور ديال انك تهز البنيه. اه هو دور اساسي، هو المحور ديال هذاك التليفيلم، فيلم سينمائي. ايوا ملي مشيت عنده قلت ليه دور معايا عطينيش لهاد البنيه حليبه، على درتي شي حاجه غدا الضمله تلقاه، زعما على جريتي عليا من هاد العمل غدا الضمله غادي نتلاقاو وغادي يبدا. وحق الله العلي العظيم الله يرحمه هو راه في ظهر الحق، الى تزعزع مسكين بحال هكا قال لها صافي بغيتها غادي تدوز المده وغادي يجي التورناج. وانت راك ولد الدومين، ملي كيكون كنكونوا نصوروا كي مثلا الكاميرا غيبدل البلون ولا شي حاجه كنبقاو واقفين بين ما تصوري. هو مسكين حيت كنت انايا صافي حنا عرفنا بالفيلم كاع في الزين الخياطه وانا كنخيط، هو مسكين بحال هكا عليا ويقول لي كديري المسرح؟ قلت لي اه راه قريت المسرح وهادي قريت عند هذا وهذا. ويقول لي مزيان، قلت لي انا راه ملي كنت صغيره كنت انا بحكم بنت عين سبع كنقول ملي غنكبر غنكون بحالك وبحال السيده الزوجه ديالك ان شاء الله بحال حسن الفد. قال لي علاش؟ قلت لي حيت انا يا كنسكن في عين سبع والابنه ديالك كانت كتقرا معايا في الطفوله ديالها ولا صديقه ديالي وي تيحس واحد الاحساس. قال لي علاش ما قلتيهاش ليا؟ وكان عليك تقولي لي راه انا يا راه فلانه وهذه. قلت ليه علاش تنقولها؟ انت باش باغي تخدمي باك صاحبي حيت كون قلتي لي انت يا راه غادي صاحبه بنتك كتقرا معايا لا انا قلت انا الكفاءه ديالي هي اللي غادي تخدمني، ماشي ضروري نقول لي انا راه كان بنتك كتقرا معايا وهذا. وبقى كيعاتبني علاش ما تقوليهاش لي وهذه وهذه. ومن هذاك النهار اي حاجه كيديرها كان كيعيط ليا. الله يرحمه الله يرحمه مسكين الله يرحمه امين. امين ابو سيف خريجه ديال المعهد؟ لا ما كملتش المعهد. يعني قد ما قريتي الاساسي ديالك؟ قريت عند الاستاذ الله يرحمه حتى هو محمد سعيد العفيفي الله يرحمه، وقريت عند الاستاذ طالح طالح. كنتمنى ولاو الشفاء العاجل ان شاء الله، الشفاء العاجل ان شاء الله لسعيد طالح. أمينة أبو سيف إلا كنتي وزيرة الثقافة تخيلي معايا وليتي وزيرة الثقافة تجي معاك تبارك الله. لا تخيلها كاينين الناس يستحقوا أكثر مني مين تخيلها. وليتي وزيرة الثقافة، ثلاثة الحوايج تبدلها في القانون ديال الفنان، ماشي الحوايج قميجة سروال، ثلاثة الحوايج تبدلها في القانون ديال الفنان. أول حاجة واللي مهمة هي التغطية الصحية، واخا عندنا باقا معكلة شوية الناس مساكن كيدفعوا الدواسة وهذه. والحاجه الاخرى اللي مهمه هو التقاعد، اي فنان خصو التقاعد ديالو، حيت انايا كيبقى فيا في قلبي بزاف فنانه كبار مساكن عرفتي في واحد الحاله يعني اللي كيقطعوا القلب. وكنكره واحد الحاجه اللي كيتلاقاو معايا دابا بحكم هاد الاعمال اللي كندير وداك الشيء كيبقاو يتفرجوا كيبقى يقول لك مسكين هذاك الفنان. علاش مسكين؟ الفنان راه مراه المجتمع، الفنان راه قدوه، راه شوف المصريين ولا الاتراك كيتعلموا منه، كيقول لك هذاك الفنان لابس بحال هذيك مثلا جاكيت غنشري بحالها، هذيك الممثله دايره بحال هذيك لاكوب ديال الشعر غندير بحالها. علاش حنا حتى كيجيو عندنا كيبقى يقول لك مسكين؟ بغيت نشوف الفنان في احسن صوره، يعني تكون واحد التقاعد. وحاجه اخرى اللي كنتمناها بحال هذوك الناس اللي ما كيخدموش، حنايا عقلان علاش من يخدم كل شيء؟ خدمتي انت في السيت كوم هذا العام، خلي واحد فرصه اخرى يخدم، فهمتيني؟ فهمت. وهذا والناس الضعاف اللي الناس اللي كبروا ما بقاش كاع كيعيطوا لهم ولاده، تكون عندهم غير واحد الصالير شهري هما عيش بيا بعداك. انا فهمتك. خاصه الناس اللي مكلفين بالتقاري فهموا. وحاجه مهمه الدعم ديال المسرح. علاش ملي كيتفرق الدعم كنعطي لواحد العناصر وعناصر لا شي نشد على واحد القدر؟ انا كنوجهها لوزير الثقافه مثلا واحد القدر ديال الفلوس ديال الدعم. عندنا 10 الفروق شتي تجي غير كل واحد شويه شويه، المهم كلشي ياخذ شي مثلا غيعطيه 10 العروض يعطيه 4 العروض، ولكن حتى هذاك الصديق ديالو الفنان حتى هو وجد العمل وخسر من عنده وشرى ديكور ما ترجعوش وما تعطيهش الدعم، لا الدعم لا الترويج، اعطيه الدعم وفرق عليهم كاملين وكلشي يخدم وكلشي ياخذ. عمر امين ابو سيف عطات الفلوس باش تخدم؟ نهائيا لا. انا كنعرفك صريحه. لا نهائيا لا، انا مازال كان هذا شحال اخويا الكاشي ولا نجبد كلينيكس ونقول لها داتي وكيتاني حنا نبكيو معك صافي. لا ما نخدم ما نعطيش الفلوس. علاش غنعطي الفلوس؟ باش نبان انايا. كي كيجيو دابا المؤثرين في الفيسبوك انستغرام تيك توك كتلقاو شي سلسله ولا سيتكم هما الاولين واخدين دور ديال البطوله؟ كيجوني مهزاله. علاش؟ لان كنخليو ناس خريجين معهد ولا بلا خريجين المعهد، ماشي اوبليجي باش ما نضربش ناس كبار مني ما داروش كاع المعهد، كان عندهم مواهب وسقلوها باش بالتجارب انهم بقاو يخدموا لان كاينين ناس كبار مننا ما قراوش المعهد
تعلمنا منهم حنايا. واخا قريت في المعهد تعلمت من الناس بزاف من فنانه وفنانين، ونخليهم جالسين ونعيط لواحد انا يجيبوا لي شحال عندك من كاق حكه بغاه الشعب. لا ما بغاه الشعب، الجمهور كيسول على الناس القدام فين مشاو، كيقول لي شحال عندك من كاق. اه شحال عندك من كاق باش انك شحال عندك من باق. والله العظيم. اه امينه بوسيس كاين واحد الطريفه اخرى بغيت نجبدها لك عاوتاني. نهار المعلم كل واحد كيقول لي باك فاش هادي زوينه هادي واعره هادي واعره ولكن زايا جبتي يوميه. انايا الاب ديالي ميكانيك، وملي كنا كنقراو في ولكن انت ما قلتيش لي ميكانيك، قلتي لي ميكانيكي. ميكانيكي ميكانيكي. وملي كنا كنقراو كيف كتدخل النهار الاول كيسولك على المهنه، يمكن شاتي ما عرفتش واش باقي كيديروا اليوم، كيسولك المهنه ديال الاب ديالك شنو هي. باقيين دابا باقي كيدير خدام. اه باك فاش خدام. ايوا صافي كل واحد باك فاش خدام باك فاش خدام. وانايا زيت صبحي قلت ليه با راه طولي وفرحانه زعما عرفتي، واخا يكون مدير تاع المدرسه طولي حسن منه لان يعني غيدي ليه الطوموبيله ويصوب عليه وهادي. هو يقول لي فين؟ قلت له في الطريق الوحده. هو يقول لي هو كاين عفلان. قلت له يا ربا. قال لي جلس الله يخليها سلعه خسر لي الطوموبيل. وجيت في الدار في الليل بقيت كنقول با. قال لي كيقولها لي. قال لي شحال؟ نقول لك راه هو ما خلصنيش مزيان وهو بعكاك وهادي وهادي. قلت له لا. قول لي ديك الساعه انا بغيت نبان. قال لي جلس الله يخليها سلعه عرق عادي. الجديد ديال امينه بوسيف الجديد صورت واحد التليفيلم مع الجواهري استاذ عبد الاله الجواهري، ودابا غنصور واحد الفيلم عراقي مع شركه اغورا ان شاء الله في هذه الايام. نتمنىك التوفيق. بارك الله ان شاء وفيك. الله وشي كلمه للجمهور ديالك اللي كيبغيك وتا اللي ما كيبغيكش بكل تواضع. نقول لك هذه على اللي كيبغيك واللي ما كيبغيكش. واحد المسحه زوونه، واحد ثلاثه جوج رجاله مخاصمين وواحد جالس حداهم هما كيتعاتبوا، وهذاك عاتب الاخر ويقول له صافي انت سمعت كتسمعتي لنا حسنا قدام اللي سوا واللي ما يسواش. وهذاك اللي حداه يقول لي انا بغيت نسولك واش انا من هذوك اللي كيسوا ولا اللي ما كيسواش. هي هذا اللي كيبغيك واللي ما كيبغيكش. شكرا للجمهور حيت حنا بالجمهور باش غاديين. شكرا الحمد لله كاع الجمهور كيبغيني. مع عمرني ما تلقيت شي كلمه في الشارع خايبه، بالعكس للناس الكبار لا الصغار، حتى هذوك الاطفال الصغار هما المتتبعين للدراما المغربيه وهذوك كيحماقوا على الافلام المغربيه الحمد لله. وبهم حنا باش كاينين الجمهور. شكرا اليوم. كلمة أخيرة لأنفاس تي في. كنشكر أنفاس تي في وكنتمنى لها المزيد من العطاء وإن شاء الله مازال تمشي لقدام. وشكرا للصديق والكوميدي وصديقي في الميدان فريد، شكرا على الاستضافة. مرحبا وتستاهلي. ربي يخليك. ومشاهدين أنفاس تي في كنضربوا لكم موعد آخر مع فنان آخر في سفينات برنامج تقاقب الناب. مازال غنتقاقبوا الناب مع فنانة بزاف بكل تواضيع.